القط الأسود مجلبة للنحس والتشاؤم. لا شك أن القطط من الحيوانات الأليفة والجميلة والتي يعشقها كل الناس في كل بقاع العالم، لكن في المقابل هناك الكثير من الأشخاص ممن يعانون من رهاب القطط أو فوبيا القطط. لكن في بعض الأحيان نجد الكثير من الأشخاص في كل أنحاء العالم من يعتبرون بأن رؤية القطة السوداء هي مجلبة للنحس والتشاؤم والحظ التعيس والسيء. القطط السوداء هي سلالة من القطط المختلطة أو الأصلية، وهناك ما يقدر ب 22 نوع من سلالة القطط الذين يولدون بفرو أسود، والذكور منهم يكون فروهم أسود بالكامل، وهذا راجع بالأساس إلى ارتفاع صبغة الميلانين لديهم، والتي بسببها أيضا يصبح لون العينين أصفر. هذا التشكيل الوراثي والصبغي لهذه القطط جعلت الكثير من الأشخاص يؤمنون بخرافات لا وجود لها في الأصل، فهناك من يعتبره جيني، وهناك من يراه شؤم ونحس. لكن ما حقيقة ذلك؟ وكيف يمكن أن نغير من نظرتنا لهذه المخلوقات التي لا حول ولا قوة لها إلا أنها خلقت بهذا الشكل؟ لماذا يخاف الناس من القطط السوداء؟ هناك بعض الأشخاص الذين يرون بأن رؤية قط أسود في الشارع هو مثابة برؤية شؤم أو نحس، وسيمر عليه يوم أسود لن يرى فيه إلا الشر. إن هذه الأمور وهذه التمثلات مجرد خرافات آمنوا بها هؤلاء الأشخاص، ومعتقدات أخذوها بعين الاعتبار التي لا أساس لها من الصحة. إن هذه الأمور ليست سوى خرافات والتي تعود إلى آلاف السنين، فقد كان المصريون القدماء يعبدون القطط، وكانت لديهم آلهة تسمى باشت، كان رأسها رأس قطة، وكانوا يعتقدون أن لهذه الآلهة 9 أرواح. ومن هنا جاءت العبارة الشهيرة أو المعتقد الشائع في المجتمعات أن للقطة 7 أرواح، مع المدة قاموا بنقص روحين للقط. وحين كانت تموت قطة سوداء في مصر كانوا يحنطون جسدها، فقد اكتشفت بقايا آلاف القطط السوداء في مقبرة في مصر، وكان قتل القطة في ذلك الوقت جرما عقوبته الموت. وصراحة يا ليت هذا القانون يطبق في عصرنا هذا، وذلك لما نراه من جرائم ترتكب في حق هذه المخلوقات. وبما أن عقوبة قتل القطة كان جرما يعاقب عليه القانون، فبذلك كانوا الناس يخافون من القطط وخصوصا القطة السوداء. وفي العصور الوسطى كان السحرة والأطباء كانوا يستخدمون جمجمة القطة السوداء في إعداد أدوية غامضة، وبذلك بدأ الناس يعتقدون بأن القطة السوداء سيئة، وظل الناس يعانون هذه الخرافات ويورثونها جيلا لجيل لقرون عديدة، ولا زال لحد الآن من يؤمن بهذه الخرافات. فالحقيقة فإن هذه القطة ليست مجلبة للنحس والحظ السيء، بل هي كائن أو حيوان خلق بهذا الشكل. وفي الختام، فقد أشارت تقديرات للجمعية الإيطالية للدفاع عن الحيوانات والبيئة أن حوالي 60,000 قطة قتلت سنة 2005 درءا للحظ السيء، وأيضا في طقوس شيطانية، وفي بعض مختبرات تصنيع مواد التجميل، حيث يسفر استخدام الفرو الأسود عن أفضل النتائج. هذه التقديرات كانت سنة 2005، فما بالك بالآن. وختاما، فإن هذه القطط مجرد حيوانات لطيفة وبريئة لا حول ولا قوة لها إلا أنها خلقت بهذا الفرو الأسود. إلى اللقاء.